للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من بروكسل سلامة عطالله مراسل القاهرة الإخبارية. سلامة، على أجندة المباحثات الهجمات الروسية الأخيرة على الطاقة الأوكرانية كما قال البيان، ما المتوقع من خطوات تقنية أو إجراءات الدفاع والردع التي يتخذها الحلف؟ مساء الخير صديقي. أولا، الناتو يجتمع اليوم مع اللجنة البرلمانية للدول الأعضاء في الحلف، حلف شمال الأطلسي. نواب برلمانيون من جميع الدول يشاركون أو هم حلقة الوصل بين حلف شمال الأطلسي وبين هذه الدول. الرسالة التي يحملها الأطلسي اليوم لجميع دوله وللمليار إنسان في هذه الدول بأن عليهم أن يستعدوا لمرحلة طويلة من الحرب، وبأنه لا مجال للتعب من هذه الحرب، كما قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي. ولذلك هناك الكثير من الاستعدادات، سواء فيما يتعلق بزيادة الإنتاج العسكري، خصوصا وأن بعض المخازن قد نفدت أو على وشك أن تنفد من الأسلحة الأوروبية التي تذهب إلى أوكرانيا. وهناك حديث عن التهديدات المختلطة والهجمات الإلكترونية، وهناك أيضا تمارين يقوم بها أعضاء حلف شمال الأطلسي للتعامل مع أزمات مختلطة وأزمات داخلية وخارجية في آن واحد للتعامل مع أسوأ سيناريو ممكن أن يحدث. هذه التمارين تتعامل مع ظروف معقدة، نظرا لأن جميع الأطراف الآن ليس لديهم إجابة بأن الحرب في أوكرانيا يمكن أن تتجمد خلال فصل الشتاء. هناك أكثر من وجهة نظر في هذا الموضوع، وهناك أيضا تقديرات مختلفة بين الجانبين الروسي والأوكراني. الكثير من التقديرات الأمنية والعسكرية تقول بأن روسيا محتاجة إلى تجميد الوقت في هذه المرحلة لكي تستعد إلى مرحلة أخرى أو حلقة أخرى من هذا الصراع في الربيع المقبل، ويمكن أن تستثمر هذا الوقت للتزود بالأسلحة ولإعادة تكتيكاتها العسكرية. فيما أوكرانيا تقول للأوروبيين ولكل حلفائها في العالم بأن هذا الوقت غير مناسب لإيقاف الحرب، وبأن التقدم على الأرض يمكن أن يعزز الموقع التفاوضي لأوكرانيا. إذن الخوف من أن تمتد الحرب أو أن تحدث أخطاء أو سوء تقدير خلالها يعزز توجهات الناتو لتنشيط قدراته الدفاعية، وأيضا لتحفيز أعضائه لكي يتوقعوا حول موضوع التحفيز. سلامة، الآن تحفيز الأعضاء وما إلى ذلك، يعني حديث نائب الأمين العام لحلف الناتو ميرشا جوانا على أهمية التعاون بين الناتو والاتحاد، كيف يرى مراقبون هذا التعاون؟ وهل هذا يؤشر على توتر أو فتور بين الاتحاد والناتو؟ لا يزال الاتحاد الأوروبي تحت مظلة وحماية حلف شمال الأطلسي، وغالبا ما يقول أمين لأغلب القرارات أو أغلب المواقف الذي يريدها الأطلسي أو يحاول أن يجمعها الأطلسي من الشركاء الأوروبيين. ولكن لديه المأخذ الوحيد دوما هو الإنفاق على الدفاعات وعلى الجيوش. هناك دوما مطالبة أطلسية بأن تنفق هذه الدول ما مجموعه 2% من إجمالي الناتج المحلي لها، لكن الكثير من الدول، مثلا ألمانيا، تنفق 1.6 فقط بالمئة من إنتاجها المحلي، فيما تتجه دول أخرى مثل بولندا إلى أن تنفق 5% من إنتاجها الإجمالي على الصناعات الدفاعية وعلى جيشها، لكي تصبح في 2035 أكبر جيش أوروبي بجنود قوامهم 300,000 جندي. وهذا مفخرة لحلف شمال الأطلسي الذي قال بأن بولندا، وهي من الدول الأوروبية من دول الاتحاد الأوروبي، عززت كثيرا دفاعات الأطلسي في بحر البلطيق، عززت كثيرا المقاومة الروسي الأوكرانية على الأراضي هناك. وهناك دعوات لكي تحذو بعض الدول هذا الحذو البولندي في التعامل مع الأزمة التي يقول الأطلسي بأنها ستكون طويلة. طيب سلامة، يعني الاجتماع اللي هو اجتماع الدورة السنوية 68 للجمعية البرلمانية للحلف، وفي كل دورة هنالك مقررات ربما أو ما يرشح ربما عن هذه المقررات قبل أن تخرج، هل توصلت لشيء من المقررات التي يمكن أن ترشح عن هذا الاجتماع اليوم؟
أولا اللجنة البرلمانية هي جهة مستقلة وليست تابعة لحلف شمال الأطلسي من الناحية المؤسساتية، بمعنى أنها ليست دائرة داخل مؤسسة حلف شمال الأطلسي، وإنما هي فقط حلقة وصل بين شعوب الدول الأعضاء وبين الحلف لكي يكون هناك توافق، خصوصا وأننا في مرحلة تجتمع فيها التهديدات المدنية مع التهديدات العسكرية، وهذا ما يؤكده الحلف. يقول بأن السمة الآن الحروب سمة مختلفة عما سبق، وعلى المجتمع المدني أن يكون جزءا من هذه الحروب، سواء في تقديم الدعم اللوجستي وكثير من الأمور التي تخدم الجيوش بالضرورة، فضلا عن أن طبيعة المعارك تختلف الآن. ترى في أوكرانيا مثلا هنا بدأت الجيوش تتعامل وكأنها ميليشيات، تخصص مجموعات تعطيها دفاعات ومضادات للدبابات والطائرات وتحركها بشكل منفصل، وتتعامل الجيوش على أنها ميليشيات. هذا يحتاج أيضا إلى ثقافة عسكرية وأمنية في الجيوش، وبالتالي أعضاء البرلمانات المتخصصين في المجالات الدفاعية والعسكرية أو أعضاء اللجان أو رؤساء اللجان في برلمانات دولهم يحاولون أن ينقلوا هذه الثقافة وهذا الوعي الجديد للحروب المختلطة والمعقدة في هذه المرحلة، ولذلك التواصل بين الأمرين ضروري جدا وهو أهم من القرارات. سلامة عطلة، الآن إذا ما تحدثنا عن هذا الاجتماع، يعني أفهم من كلامك أنه هذا الاجتماع ربما يكون فقط لإقرار بعض القوانين الخاصة بالحلف بعيدا عن أي تطورات سياسية أخرى؟ هذا الاجتماع هدفه الرئيسي إطلاع أن يطلع الناتو أعضاء البرلمانات للدول الأعضاء المنضمة تحت لوائه بالمجريات الحالية الآن وبما عليهم الاستعداد له مستقبلا. هو إطلاع من أمين عام حلف شمال الأطلسي على المجريات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا والاستعداد لمرحلة مقبلة. هذا هو العنوان الرئيسي، استعدوا لحرب طويلة مع روسيا. نعم، طيب، في كل اجتماع من الاجتماعات التي حصلت للناتو في الفترة الأخيرة كان الموضوع الرئيس هو موضوع الحرب في أوكرانيا. هل هنالك مواضيع أخرى ربما تطرح في هذا الاجتماع؟ هذا هو الجدول، وبالكاد يكتفي الجدول لهذه المجريات المتطورة والخطيرة في الحرب الأوكرانية. وهناك أيضا لا تنسى بأن الصواريخ الضالة التي وقعت في بولندا وأسقطت قتيلين وأحدثت تلك الضجة الكبيرة، وكان الكل يتحدث عن صدام وشيك بين القوتين الكبيرتين روسيا وحلف شمال الأطلسي، هذه الضجة أخذت أيضا بعدا آخر هذه المرة، خصوصا وأن طائرتين روسيتين حلقتا فوق بارجة حربية لحلف شمال الأطلسي في بحر البلطيق ولم تجب على أسئلة العسكريين الذين كانوا على متن هذه البوارج. الطيارين الروس لم يجيبوا على الأسئلة باللاسلكي القادمة من البحارة التابعين لحلف شمال الأطلسي، وحلقوا فوق البوارج الأطلسية على ارتفاع 300 قدم، وهذا سلوك غير مهني كما قال أمين عام حلف شمال الأطلسي، وهذا أيضا يعزز دوما ضرورة إبقاء العين يقظة على سلوك روسي غير متوقع وغير مأمون، وعن إمكانية سوء تقدير يمكن أن تؤدي إلى صدام بين الطرفين، وهذا ما لا يريده الناتو. الناتو يريد فقط الردع لكي لا تقوم الحرب، ردع روسيا تبقى خائفة عن مواجهة الحلف، وبالتالي يحقق الأطلسي هذه الاستراتيجية المهمة في عقيدة العسكرية لمنع نشوب حرب تؤدي إلى خسائر كبيرة بين الطرفين بالتأكيد. إذن تبقى أجندة المحادثات اليوم بين أطراف حلف الناتو هي حول الردع. إذن شكرا لك سلامة عطلة، مراسل القاهرة الإخبارية، كنت معي من بروكسل، شكرا لهذه الإيضاحات.